السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن موضوع الحمى مجهولة السبب. أنا الدكتور سرحان أسود، طبيب مقيم في الأمراض الباطنة. الحمى مجهولة السبب عرفت من قبل العالمان بيترزدورف أند بيزون في 1961 من تحليل مستقبلي لمئة حالة سريري. المعيار السريري للحمى مجهولة السبب حمى أعلى من 38.3 درجة مئوية في عدة قياسات. مدة الحمى لثلاث أسابيع على الأقل. تشخيص غير مؤكد بعد أسبوع واحد من القبول في المشفى. تم اقتراح فيما بعد تحسينات على هذا التعريف، وهي إلغاء شرط التقييم داخل المشفى بسبب زيادة نفقات رعاية المرضى الداخلين وتقييد التقييم في العيادات الخارجية. واقتراح توسيع التعريف يشمل الحمى المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية والحمى المرتبطة بفيروس الإيدز التي قد لا تكون طويلة الأمد. الأسباب الحمى مجهود السبب. ثلاث مجموعات من الأمراض متهمة بإحداث الحمى مجهود السبب، وهي الإنتانات، الأورام الخبيثة، والأمراض الرثوية الجهازية مثل التهاب المفاصل الرثيانية والتهابات الأوعية. أدى التطورات العلمية والتكنولوجية إلى تحسين وتسريع التشخيص التفريقي والعلاج الحمى مجهولة السبب. تضمنت السلسلة الباكرة للحمى مجهولة السبب عددا قليلا من الأمراض الرثوية الجهازية والأمراض التي استفاد تشخيصها من الدراسات السريرية الدقيقة، وكذلك من التطور في علم المناعة بما فيها السل الخارج الرئوي والأورام الصلبة وخراج البطن، التي أصبحت أسبابا أقل انتشارا للحمى بسبب التشخيص المبكر عن طريق التصوير الشعاعي وخاصة الطبق المحوري، وكذلك عن طريق الخزعات قليلة الغزو، وكذلك التهاب الشغاف الإنتاني الذي كان يوما ما سببا للحمى مجهولة السبب أصبح أقل شيوعا مع تطور تقنيات عزل العضويات المسببة له. التشخيص، تشخيص الحمى مجهولة السبب. مدة الحمى ودرجتها ليست المعيار الوحيد لتشخيص الحمى، وإنما يجب إجراء التقييم التالي: أولاً القصة السريرية، ثانياً الفحص السريري، وثالثاً تعداد الدم الكامل، رابعاً زراعة الدم. ثلاث مجموعات مأخوذة من مواقع مختلفة بفاصل زمني لا يقل عن عدة ساعات بين كل مجموعة. وفي الحالات التي يقترح فيها إعطاء الصادات الحيوية، يجب الحصول على المزارع قبل إعطاء الصادات. كيمياء الدم الروتينية بما فيها أنزيمات الكبد والبيلروبين. إذا كانت أنزيمات الكبد غير طبيعية، يجب تحري أضداد الفيروسات الكبدي A و B و C. تحليل البول متضمنا فحص المجهري وزراعة البول. صورة الصدر البسيطة. إذا كان أي من الأعراض والعلامات والاستقصاءات المذكورة سابقا تشير إلى عضو معين، يجب إجراء المزيد من الاختبارات والاستقصاءات. أولاً القصة السريرية. من المهم تقييم مريض لديه حمى مجهود السبب أخذ قصة سريرية دقيقة وإعادة تقييم المريض بشكل متكرر والبحث عن مجموعات غير شائعة للأمراض الشائعة وإجراء فحص جسدي شامل. يجب أن تتضمن القصة السريرية السفر إلى المناطق الموبوءة، 2 التعرض للحيوانات بما فيها المهنة وداء الكلب عضة، 3 أمراض نقص المناعة، 4 الأدوية والسموم. قد يتم التوصل إلى نتائج دقيقة من خلال أخذ قصة سريرية دقيقة. على سبيل المثال، تغيرات طفيفة في السلوك والإدراك، هذا يدل على التهاب السحايا، عرج الفك، التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلي، 3 حساسية الأسنان تجاه البرد أو إيلام اللثة، يدل على خراجات الأسنان، التبول الليلي قد يدل على التهاب البروستات. قد يوفر تكرار أخذ القصة السريرية لعدة مرات في المشافي أدلة جديدة في الحالات الأكثر تعقيدا. الاختبارات التشخيصية. هناك عدد كبير من الاختبارات التشخيصية التي قد تكون مفيدة في الحمى مجهود السبب، ولكن معدل الإيجابية الكاذبة الذي يؤدي إلى نتائج غير نافعة مشابه تماما لمعدل النتيجة المفيدة. ونذكر منها السي بي سي والسي ار بي والال دي اتش واختبار السلين وزراعة الدم، العامل الرثياني وكرياتين فوسفوكيناز، الأضداد المضادة للنوى الأنا، السي تي البطن والصدر، والصورة الشعاعية للصدر، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.
الطب النووي هو الأكثر أثار الجدل في تشخيص الحمى مجهول السبب، لذلك نحتفظ بشكل عام بالطب النووي للحالات التي يظل فيها التقييم الأولي بما في ذلك السي تي صدر والبطن سلبيا، ويكون الفحص مرغوب لكامل الجسم. اختبارات الأخرى إضافي، عندما تكون القصة والفحص السريري موجه نحو مصدر محتمل يجب إجراء اختبارات إضافية نوعية بهذا المصدر. تشمل الاختبارات ما يلي: إذا كان هناك أعراض وعلامات عصبية فتوجه إلى بزل الـ CSF أو تصوير طبقي محوري للرأس والعمود الفقري. الأفراد الذين قدموا مؤخرا من مناطق موبوءة بالملاريا يجب إجراء اختبارات خاصة بالملاريا. وجود قصة رد تعاطي مخدرات عن طريق الوريد أو إنتان مجاور قد يدل على التهاب وريد الخثري في الساقين أو الذراعين أو أوردة الحوض. هنا نطلب إيكو دوبلر للأوردي، وقد تستجيب الحمى للعلاج بمضادات التخثر في غضون عدة أيام. الطبقي المحوري، يوصى بإجراء طبقي محوري للصدر والبطن كجزء من تقييم مرضى الحمى مجهولة السبب، ولكن لوحظ معدل الإيجابية الكاذبة يساوي معدل الإيجابية الحقيقي. وقد حل سي تي البطن محل فتح البطن الاستقصائي في البحث عن خراجات غامضة أو أورام دموية في مرضى الحمى مجهولة السبب. يمكن أن يكون اكتشاف اعتلال الغدد الليمفاوية البطني بس بالطبق المحوري دليلا على الليمفومات أو الحبيبومات. بسبب فائدة الطبقة المميزة أصبح يستخدم عند كل مرضى الحمى مجهود السبب. سي تي الصدر له فائدة كبيرة في كشف الوقايدات الصغيرة التي قد تدل على عدوى فطرية أو السل أو ورم خبيث، وأيضا قد يؤدي اكتشاف اعتلال العقد الليمفاوية في المنصف بواسطة الطبق المحوري إلى اقتراح أخذ خزعة عبر تنظير المنصف، مما يوفر تشخيصا للليمفوما والساركوئيد وداء النوسجات. عن العلاج الطارئ للحمى مجهود السبب، بعض الأمراض مثل التهاب الشغاف الإنتاني والتهاب الشريان الصدغي وسل الجهاز العصبي المركزي وداء البيرميات الموجودة في الجسم على شكل حمى مجهود السبب تتطور بسرعة كبيرة، وهذا يستدعي العلاج الطارئ. ومع ذلك عند الاشتباه بهذه الأمراض نقوم بتسريع الاختبارات التشخيصية ونقوم بعلاجها تجريبيا. الأدوية الخافضة للحرارة تعمل على تحسين حالة المريض وتقليل الصداع وآلام العضلات والمفاصل والتعب، ومع ذلك هذه الأدوية قد تؤخر أو تحجب أعراض وعلامات مبكرة لأمراض معينة. قد لذلك نحاول تجنب وصف السيتامول والإنسايتس والستيرويدات القشرية. الخزعات هي طريقة حساسة في التقييم الموجه، على سبيل المثال خزعة الكبد لاحتمال الإصابة بالسل الدخني أو التهاب الكبد الحبيبي وغيره من الأمراض الحبيبية مثل الساركوئيد. خزعة العقد الليمفاوية لاحتمال الإصابة بالأورام الخبيثة وخاصة الليمفوما أو الالتهابات مثل داء خدش القطة. خزعة الشريان الصدغي توجه احتمال الإصابة بالتهاب الشريان ذو الخلايا العرطلي. خزعة الجنب أو التامور لتقييم الإصابة بالسل خارج الرئة. خزعة نقل العظم أظهرت فائدة كبيرة في تشخيص الحمى مجهولة السبب وكشف الأورام الخبيثة مثل الليمفوما واللوكيميا وخلل التنسج النقوي والساركوئيد والورم الحبيبي المنتشر وكثة الخلايا البدينة الجهازية. يتم التنبؤ بالأورام الدموية الخبيثة بوجود تغييرات في أرومة الكريات البيضاء والحمراء في الدم المحيطي وارتفاع كبير في مستوى الفيريتين أكثر من 1000 نانو جرام في الميلي، وأيضا بضخامة الطحال. العلاج التجريبي للحمى مجهود السبب، إن العلاج التجريبي بالصادات الحيوية والسترويدات نادرا ما تنشئ تشخيصا بل ويؤثر على نتائج زراعة الدم وزراعة مواد الخزعة. العلاج التجريبي بالصادات الحيوية يؤثر على الإنتانات الأخرى أكثر من التي تكون موجهة إليها بشكل مباشر. على سبيل المثال الريفامبيسين يستخدم في العلاج التجريبي لمرضى السل، يمكن أن يثبط التهاب العظم النقي بالعنقوديات المذهبة، ويمكن كذلك أن ينقص القدرة على عزل العضويات المسببة لالتهاب الشغاف. في بعض الأحيان قد يكون العلاج التجريبي غير واضح النتائج لأن عدد من الإنتانات مثل التهاب الشغاف والداء الحوضي الالتهابي يمكن أن تأخذ أسبوع لتزول الحمى حتى مع العلاج المناسب. لذلك لا نبدأ بالصادات الحيوية لكي تزول الحمى فقط. لا ينبغي أن يحل العلاج التجريبي بالسترويدات القشرية،
لتثبيط العمليات الالتهابية محل الخزعات ذات الصلة بالأمراض المستجيبة عليها مثل الساركوئيد والأمراض الحبيبية الأخرى أو التهابات الأوعية. النتيجة تعتمد نتائج مرضى الحمى جوا 7 تشخيص الأساسي وعلى وجود الأمراض المرافقة. من بين الأطفال الذين لديهم حمى مجهولة السبب، 88% من أولئك الذين حدثت بسبب الإنتانات ليس لديهم عقابيل. معظم البالغين الذين بقوا غير مشخصين بعد إجراء تقييم واسع النطاق الحمى مجهولة السبب لديهم إنذار جيد. تم توضيح ما سبق في دراسة على 199 مريض لديهم حمى مجهولة السبب، 61% منهم تم تصنيفهم من المشفى دون تشخيص، وكانت النتائج كالتالي: تم تشخيص 12 منهم 20% في غضون شهرين بعد التخريج من المشفى، 31 منهم أصبحوا خاليين من الأعراض أثناء فترة الاستشفاء أو بعد تصريحهم بفترة قريبة، 18 منهم استمرت الحمى لديهم أو تكررت عدة أشهر وحتى سنوات بعد التخريج، 4 أشخاص منهم عالجوا بالسترويدات، و6 أشخاص منهم تلقوا علاج متقطع بالإنسايتس. توفي 6 أشخاص منهم، لكن سبب الوفاة كان له علاقة بالمرض المسبب بالحمى مجهول السبب في 2 فقط. لوحظ نتائج مماثلة في دراسة هولندية على 73 مريض، من بين 37 مريض تم تخريجهم من المشفى بدون تشخيص، تمت متابعتهم لمدة 6 أشهر بعد التخريج. 16 منهم تعافى بشكل تلقائي، 5 أشخاص منهم تعافوا مع الأدوية استرويدات أو إنسايتس، 15 شخص منهم كان لديهم حمى مستمرة، وفاة شخص واحد فقط. الخلاصة: الحمى مجهولة السبب تعرف على أنها حمى أعلى من 38.3 درجة مئوية في عدة مشاهدات، تستمر لمدة 3 أسابيع على الأقل، بعضها يكون لأسبوعين، دون وجود مسببات ثابتة على الرغم من التقييم المكثف والاختبار التشخيصي. 3 فئات مرضية عامة تشكل مسببات الكبرى للحمى مجهولة السبب الكلاسيكية وكانت ثابتة عبر العقود. هذه الفئات هي الإنتانات والخبثات والأمراض الرثوية الجهازية. يختلف وقوع عوامل مسببة محددة للحمى مجهولة السبب حسب عمر السكان أو احتمالية التعرض للعوامل الإنتانية من خلال قابلية المضيف للعدوى، وبمرور الوقت مع التقدم في التشخيص يحدد العامل المسبب للمرض. تتمثل أهم جوانب تقييم المريض المصاب بالحمى مجهول السبب في أخذ القصة المرضية الدقيقة وإجراء الفحص السريري المفصل وإعادة تقييم المريض بشكل متكرر. نوصي بالحد الأدنى من التقييم التشخيصي التالي: زرع الدم LDH-CRB-ASR، اختبار أضداد فيروس الإيدز والحمل الفيروسي، العامل الرثياني واختبار الأضداد غير المتجانسة، كرياتين فوسفوكيناز، أضداد مضادة للنواة، اختبار السلين الجلدي أو معايير تحليل الانترفيرون جاما، رحلان كهربائي للبروتين CT للصدر والبطن. قد يوجه التقييم الأولي والعمل التشخيصي لموقع مناسب لإجراء خزعة يمكن أن تحدد التشخيص. قد يفشل التقييم التشخيصي في تحديد المسببات بنسبة 30-50% من المرضى. معظم البالغين الذين لم يشخصوا لديهم إنذار سيء المرض جيد. تشخيص أقل شيوعا للحمى مجهولة السبب عند الإنتانات، خراجات خاصة ضمن البطن، حمى عضة القراد الإفريقية، خراج الكبد أميبي، داء إير لخيات، داء بابسيا، داء بروسيلات، داء كاستلمان، التهاب كبد فعال مزمن، حمى الضنك، التهاب شغاف سلب الزرع، الفيروس المضخم من الخلايا، خراج سني، داء المتورقات، التهاب مشاش العظام، التهاب المفاصل بالمكونات البنية، داء كالازار، داء وحدات النوى الخمجي، التهاب الدماغ بالهربس، حمى لاسا، داء كيكوتشي، حمى رثوية، وداء بيرميات، داء لايم، ذات عظم ونقي، التهاب البروستات، التهاب حويضة وكلي، التهاب رحم قيحي، التهاب الجيوب، حمى تيفية، داء المقوسات، السل، فيروس زيكا، داء ويبل، داء الفيل. هذه الإنتانات. عن الخبثات: اللوكيميا اللا بيضادية، ورم أذيني مخاطيني، سرطان كولون، سرطان الخلية الكبدية أو نقاء أخرى للكبد، ساركوما كابوزي، لوكيميا، سرطان الرئة، لنفوما وخاصة اللاهوديجكن، ورم الخلية المتوسطة، النقيوم المتعدد، متلازمات خلل التنسج النقوي، سرطانات الخلية الكلوية والساركوما.
أما الأمراض الالتهابية الجهازية المناعية الذاتية عن متلازمة ضاد الفوسفوليبيد داء بهجة التهاب الأوعية الحبيبومي التحسسي جلوبيولينات الدم الباردة التهاب الشرايين ذو الخلايا العرطلي التهاب أوعية المفاصل الحساسي الداء المعوي الالتهابي التهاب الأذن الشامل التهاب الشرايين العقدي التهاب مفاصل التنكسي داء ستيل التهاب أوعية تكياسو والساركويد. أما مشاكل أخرى عندنا مشاكل انتظام الحرارة حمى الدوائية بيئية حمى مصطنعة حمى البحر الأبيض المتوسط عندنا الصم الرئوي قد تسبب حمى مجهود السبب المتلازمة الذهانية الخبيثة الورم الدموي خلف البيتوان ومتلازمة التعب المزمن والتهاب الدرق. شكرا.